How to Blow Up a Pipeline، فيلم دراما وجريمة إنتاج 2023. مدة الفيلم ساعة و45 دقيقة، لا يصلح لمن أعمارهم أقل من 18 عام. متوفر أونلاين للمشاهدة، مقتبس من رواية بنفس الاسم. الفيلم شارك في مهرجانات عديدة وفاز بجوائز أيضا. قصة الفيلم، الفيلم بيحكي قصة مجموعة من النشطين في مجال البيئة والذين يحاولون القيام بعملية إيقاف حقل البترول تحت الإنشاء. السيناريو والحوار، سرد السيناريو غير تقليدي نهائيا، ملوش ترتيب معين، أنت داخل مغامرة مع السيناريو. بداية مثيرة للانتباه وهتزيد حيرتك وتشد انتباهك. بعد كده ندخل في وسط الاحداث مع لقطات فلاش باك لكل شخصيه، شرح الابعاد اكتر، معرفه خلفياتهم الشخصيه والدراميه. الحبكه جيده وعمق جيد ايضا، ولما لا والسيناريو مقتبس من روايه، واكيد سهل على كاتب السيناريو بناء الفيلم كمجمل. الاخراج والتصوير والاضاءه، الاخراج والتصوير واخد اجواء الافلام المستقله بكل تفاصيله، مفيش ابهار بصري، تكوينات قليله، جوده التصوير مقبوله، كان المخرج جاي يأدي عمله وبس، وكانها رساله ان الفيلم ده في قصته. الاخراج بسيط جدا، لقطات عاديه ايضا، الاضاءه مقبوله، ولكن يحسب للمخرج ومدير التصوير استخدام تكنيكال ستيدي كام، كانوا موفقين تماما. الموسيقى اختيارات جيده وملائمه لاحداث الفيلم. المونتاج بسيط، كانه بينقل من لقطه الى لقطه، حتى في مشاهد فلاش باك نقل بطريقه ساذجه. الديكور اماكن جاهزه للتصوير، لان وجد اصلا مهندس ديكور. الممثلين احسن عنصر في الفيلم، مجموعه من الشباب قاموا بواجبهم. توجيه المخرج والسيناريو ليهم جيد وملائمين لادوارهم على مستوى الهيئه والتمثيل. الفيلم شبابي مستقل في جميع عناصره، السيناريو متميز، ممكن ان يكون مستوى الاخراج والتصوير مقصود او الامكانيات انتاجيا قليله. الفيلم ماشي على خطى افلام توجم 95، هم مجموعة طلعوا في وقت من الاوقات وكانوا منتشرين، كانوا بيعملوا افلام ملهاش دعوه نهائيا بقواعد الاخراج والتصوير والمونتاج، ملهاش دعوه بالرقابه ايضا، كل تركيزهم كان على القصه والسيناريو فقط، كانت مواضيعهم جريئه. وللعلم الفيلم حاصل على تقييمات عاليه من النقاد، الفيلم لا يصلح للمشاهدات العائليه. تقييم للفيلم هو 5 من 10.